ميلاد بوسيتا كاتب العام الجمعية التونسية لمرأة الصحة مرت بجربة. عندها إن شاء الله نشاط نهار 26 جان في الجيم مستشفى محل الجيم. النشاط هذايا هو معناها خاطر حسب الروزنامة اللي عملناها نتاع النشاط نتاع 2013 هي برشا أنشطة في تقريبا يشمل مختلف شو اسمها مارتنديات وعمادات الجزيرة. فيها اليوم هذا إن شاء الله أول حاجة ينطلق من 9 نتاع الصباح حتى الساعة 1 بعد الزوال هذه ساعة. فيه عدة فقرات. الفقرة الأهم هو استكشاف مرض السكر وضغط الدم بطبيعة كلها مجاني. وعندنا عيادات مختصة لمرضى السكر، عيادات السكري، عيادات القلب والشرايين، عيادات الأمراض الجلدية، عيادات أمراض الكلى. وعندنا المعدة، وعندنا كيف إن شاء الله الأمراض الجلدية تقريبا هما الأطباء المختصين باش يجوا معنا إن شاء الله لمرضى السكري، والعيادات كيف مجانية. وعندنا فقرة أخرى عن إن شاء الله حصة تثقيفية ودعوية حول تغذية مرضى السكر وكيفية التعايش مع مرض السكر وكيفية الوقاية قدر الله من مضاعفات مرض السكر. بالطبيعة الدعوة مفتوحة للناس الكل، أنا معناها حتى اللي ماهوش مريض ينجم يجي يحب يشوف روحه يحب. وبالنسبة للعيادات المجانية أكثر حاجة موجهة لمرضى السكر. احنا بالطبيعة اليوم هذا ديما نحاول الوقتين ننظموه في 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 منطقة معينة بالتعاون مع الجمعية الموجودة في المنطقة هذه. بالنسبة للجيم مش بالطبيعة بيشارك فينا في التظاهرة هذه هو الهلال الأحمر التونسي فرع جيم، ممثل في رئيس بتاعها الدكتور عادل المصداري اللي كيف كيف بيعاون في التنظيم وفي تنشيط اليوم هذا مع بالطبيعة الجمعية التونسية لمرضى السكر، ومع عندنا كيف كيف متطوعين اللي ما ينتموش لحتى جمعية وحتى هيكل، ومع كيف كيف الأعوان والممرضين والأطباء اللي موجودين في المستشفى المحلي في الجيم بالطبيعة. خاطر متاخي اللي فيه فقرات برشا وانشطه برشا والعدد ان شاء الله من نتاع الناس باش يكون كبير، لهذا ما لازم نتضافر الجهود تاع برشا اطراف باش ينجح. اذا الدعوه مفتوحه للناس الكل، شنو نقول لهم؟ ماذا بينا الناس الكل بالطبيعه بعد المولد وعصيته الزقوق ماذا بينا نحن باش نشوفوا رواحهم ويشوفوا امورهم، معناتها ما يخافوش ما ثم حتى حول الله اشكال. على الاقل الواحد يعرف روحه خير ما يعرفش، باش يعرف روحه عرفش قال. إذا كان قدر الله واحد كاتب له حاجة باش يمرض على حاجة على الأقل يفيق على بكري ويتجنب المضاعفات اللي قدر الله تكون خطيرة على صحته وعلى. بالنسبة لمرض السكر معروف مرض متفشي معناتها بصفة كبيرة في تونس، خاصة إذا كان نشوف الجمهورية التونسية عندها تقريبا زوز بؤر كبيرة تاع مرض السكر اللي نسبة كبيرة عالية مقارنة بقية مناطق الجمهورية. هو الجنوب الشرقي والساحل معناتها أقصر هلال تقريبا زوز مناطق هذوما نسبة السكر عالية شوية مقارنة بالمعدل الوطني. علاش؟ والله الأسباب هو كنت تكون نقود فيه مع التليفون في المنطقة هذه اللي بس عليهم يصرفوا بزايد وياكلوا بزايد، وثم يمكن العامل الوراثي معناتها زواج العقار ربما هذه حاجة أخرى، وحاجة أخرى ممكن بيئية إن شاء الله مش تكون. مي تقريبا هم الأسباب تقريبا اللي تخلي النسب تقريبا في قصر هذا توصل 30% وفي تقريبا جنوب الشرقي تقريبا 25%. معناتها المعدل الوطني هو تقريبا ما بين 5 و7%، معناتها تشوف معناتها تقريبا ضعف معناها النسبة معناتها الموجودة في الجمهورية التونسية. معناتها النسبة نتاع مرض السكر في الجنوب الشرقي كبيرة برشا. معناتها علاش احنا النشاط نتاعنا معناتها نتاع الجمعية ممتدة على طول العام وعلى مختلف المناطق. باش نزور الجمعية منير تعطيني لمحة على جمعيتكم باختصار، شو وقتاش تأسست وشنو هي النشاطات نتاعها؟ الجمعية التونسية لمرضى السكر تأسست في تونس، الجمعية الأم معناتها تأسست تقريبا في السبعينات تقريبا عام 74، وبالنسبة للفرع المكتب المحلي بجربة تأسس في أكتوبر 2012 معناتها عادي معناتها جديد التأسيس نتاعها معناتها قريب 4 شهور. والحمد لله معناتها منين بدينا في نشاط عملنا احتفالنا باليوم العالمي لمرضى السكر في 14 نوفمبر 2012 وكان يوم ناجح، وتقريبا هذه التظاهره الثانيه معناتها توا في جنب. وبعدين عندنا تقريبا كل شهر تظاهره في برس في معتمديه البلاد نفس الاطار هي التحسيسيه للمرضى التحسيس والتوعيه والتثقيف وورشات تكوينيه وكذا معناتها، وان شاء الله مازال قدام ان شاء الله خاطر تعرف امكانيه الجمعيه مازالت
صغير فنحاولوا بشوية بشوية نقوى في الواحد في إمكانيات الجمعية البولي لنشاء تكون أكبر وتكون أوسع وأشمل أما إن شاء الله المجهودات الموجودة من أعضاء الجمعية الكل وكيف كيف التوعيه والاعتراف عندكم بشوية بشوية باش نجموا على الأقل أهم حاجة هو هدف متاعنا هنا هو ماذا بين العناية والإحاطة للمرض السكر خاصة الأوبئة حتى مرض السكر مريض السكر تحس ساعات تايهة يمشي بهذا يمشي بالآخر ياخذ وامتاع ساعات ما يلقاه ساعات ما يخش ساعات ما يعرفش شكون اللي بيمشي على الاقل يولي يلقى تقريبا منظمه ولا جمعيه تنتهي به توجهه تعاونه بعد ساعات تكتب عليه مصاريف حاجات ما تجيبش يقتل عليها شيء نحاول نوفر له بعض الحاجات مش للناس الكل على الاقل للناس اللي تسحق يسحق ماكينه ما ينجمش يشري كرسي ما ينجمش ياخذ حرابش برشا حاجات باش على الاقل نتلافوا المضاعفات اللي تكون خطيره برشا برشا مرضى السكر اللي تكون بقدر الله مع مضاعفات كما تعرفوا بقدر الله ثم اللي تسبب لها في العمل الخرجيني ولا التلاويه نفس اللي صافي ولا قدر الله يقصوا ساقيه ولا كذا ما تعرفوا وهذه ما نحبوش نصدرها اذا تكلف برشا على المجموعه الوطنيه وعلى صحه البلاد احنا نجموا هذوما المضاعفات نجموا نتوقعوا منهم باش بالعنايه والاحاطه والارشاد والنصح وتقديم معناتها العون للمرضى السكر باش وقت المرضى السكر يحس روحه معناتها ثم يحرص كل اللي به يولي يتحمل يتقبل المرض نتاعه ويعمل مجهود باش يستحفظ على روحه وعلى صحته يكون مشتريه معناتها تكتب مضاعفات تكتب معناتها بين قوسين من بكري في الاطار اللي معناتها الاطباء اللي نجموا ان شاء الله باش يمشوا معنا للاجيب معنا تقريبا حتى معناتها سيكاتر معناتها طبيب نفسي خاطر العام النفساني معناتها يدخل برشا في الحكايه هذه خاطر بحكم مرض السكر هو مرض مزمن اللي المريض يعيش فيه طول عمره مش مرض يعيش فيه نهار ونهارين بعد معناتها يبرى منه لا معناتها علاش لازم واحد ثم استمراريه في العلاج ثم معناتها في الوقايه وفي العنايه خاطر لازم تكون على مده طويله باش نتلافوا كل المضاعفات اللي بقدر الله تنجم تكون تصير بمرض السكر. كلمة الختام ولا كلمة الختام هي معناتها ماذا بينا تنجح اليوم هذا ينجح ونوصلوا للشيء اللي نحبوا عليه. تذكروا الناس منين وقتاش الوقت وين. باش هذا بالحضور نتاع الناس ماذا بينا الناس الكل تحضر بأعداد معناتها كبيرة ما تقلقناش مرحبا بهم الكل إن شاء الله نهار 26 نهار السبت معناتها جانفي من 9 نتاع الصباح حتى 8 الساعة في المستشفى المحلي بأجل إن شاء الله مرحبا بكم الناس الكل.